بعد كده الدكاترة هتكلم على الميدل كرانية الفصة. الميدل كرانية الفصة دي ايه الحدود بتاعتها او ايه الباوندرز بتاعتها؟ انتيريورلي البستيريور بوردر بتاع الليسر وينج اوف اسفينويد. ما احنا اتفقنا ان ده الحد البستيريور بتاع الانتيريور كرانية الفصة، يبقى ده الحد الانتيريور بتاع الميدل كرانية الفصة. وبستيريورلي من ورا السوبيريور بوردر بتاع العظمه اللي اتفقنا ان هي اسمها بتراستيمبرال بون. طيب والحته دي اسمها دورسام سيلي، هنشرحها دلوقتي. تعالوا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الميدل كرانيال الفصة دي هنذكرها ازاي. توكلنا على الله. اول حاجه عندي في الميدل كرانيال الفصة البونه اللي عاملاها لي كلها اسمها اسفينويد بون. احنا سمعنا كلمه اسفينويد بون دي كتير، وقعدت اقول لكم لما نوصل البيز في السكال هنشوفها. هي فين اهي بقى؟ عباره عن زي الفراشه. فين الفراشه دي يا دكتور؟ جناح كبير، ده كله جناح كبير وجناح صغير وجسم الفراشه. تمام، نبدا بالجناح الصغنطوط الليسر وينج اوف اسفينويد. الليسر وينج اوف اسفينويد ده في نهايته بروز، الحته المدوره اللي في نهايه الجناح دي ودي ناحيه قدام ناحيه الفرونتال بون، فبسميها انتيريور كلينويد بروسيس. بسميها ايه دكاتره؟ انتيريور كلينويد بروسيس. يبقى اول حاجه عندي العظمه نفسها اسمها ايه؟ اسمها ليسر وينج اوف اسفينويد بون، ليسر وينج اوف اسفينويد بون. والبروز اللي في نهايتها اسمه انتيريور كلينويد بروسيس. ردوا معايا اسمه ايه يا شباب؟ anterior clinoid process. يبقى اول حاجة البون اللي عظمة اسمها lesser wing of sphenoid bone، والبروز اسمه anterior clinoid process. طيب related للesser wing of sphenoid bone ده فتحتين، فتحة مدورة وفتحة تانية. شايفين الشق اللي بالطول اللي تحت العظمة؟ شايفين الشق اللي بالطول اللي تحت العظمة؟ الفتحة المدورة دي لو لفينا السكال من قدام هي الأوبتيك كانال، والشق اللي تحت الليسر وينج هي السوبيريور اوربيتال فيشر. انا الانفيريور اوربيتال فيشر دي درستها في النورمال بيزاليس اكسترنا. في النورمال بيزاليس انترنا بتشوف الفيشر اللي فوق اللي هو سوبيريور اوربيتال فيشر، والدايرة اللي في النص اللي ما بينهم اللي فيها الألم اسمها أوبتيك كانال. يبقى تاني، أنا ريليتد للليسر وينج أوف سفينويد، الدايرة المكان المدور اسمه أوبتيك كانال، والشق اللي تحت العظمة اسمه إيه دكاترة؟ اسمه سوبيريور أوربيتال فيشر. ما بين التو أوبتيك كانال المكان ده اللي هو الشالو ترانسفيرس جروف يوصلني للأوبتيك كانال على الإتش سايد اسمه سالكس كايزماتيكس. اسمه رخم معلش، CULCUS كايزماتيكس CHIASMATICUS سالكس كايزماتيكس، اللي هو ريليتد لحاجة اسمها أوبتيك كايزما ما بين تو أوبتيك كانال. المهم الليسر وينج أوف سفينويد تاني في نهايته بروز اسمه ايه دكاترة؟ anterior clinoid process. وبعدين ريليتد لدايره، الدايره اسمها اوبتيك كانال، وبعدين تحته شق، الشق اللي تحته اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر. يبقى شق ودايره وعظمه وبروز، تعرفوا تقولوهم؟ الشق اسمه ايه؟ الشق اللي هو ده، الشق ده اللي هو اللي فيه نور طالع، في نور معدي منه، ده اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر. الدايره دي اسمها ايه؟ اوبتيك كانال. البروز ده او ده اللي هو في نهايه الليسر وينج، البروز ده او ده اللي في نهايه الليسر وينج اسمه ايه دكاتره؟ انتيريور كلينويد بروسيس. والعظمه نفسها اسمها ايه؟ ليسر وينج اوف سفينويد بون.